نعرف انه البيت والاسره هنن الملجا الوحيد والامن للاطفال، والاطفال هنن دائما بحاجه لرعايه واهتمام من اسرتهم، لكن اليوم بعض الاسر تتبع اساليب للتربيه تستخدم فيها اساليب العنف بكافه اشكاله تحت حجه انه الطفل ممكن بس يكبر تكون شخصيته اكبر. قديش هذا الشيء اليوم يا عفاف غلط، وقد اليوم نحن عندنا اساليب تربيه حديثه لهدول الاطفال؟ صحيح هيدي، خصوصا هلا صار في اساليب كثير جديده ومتطوره ممكن انه يتبعوها الاهالي لحتى يخففوا من حده العنف والعدوانيه ضد الاطفال، وخصوصا ما تحت سن ال 18 سنه، بحيث انه يمارسوا كل اشكال العنف والعدوانيه على هدول الاطفال. هي ظاهره منتشره عالميا وين ما رحنا وبمختلف المجتمعات موجوده، فكيف نحن ممكن نحد من هي الظاهره او نقدر نتعامل معها بشكل صحيح، نقدر نضبط اعصابنا تجاه هدول الاطفال؟ لانه نحن اوقات بنتخيل انه او الاهل بيتخيلوا انه نحن ممكن من نظره الطفل ممكن يفهم علينا، فهذا الشيء غلط، الطفل ممكن ما يفهم او يكون استيعابه بطيء، فنحن لازم نتماشى مع هي الحاله بخطوات صحيحه ونعرف كيف نتعامل معها بدون الاتجاه للعنف او للعدوانيه مع هدول الاطفال. رح نحكي بشكل موسع اكثر مع الاختصاصيه التربويه لليوم نغمه طربيه. يسعد صباحك. هلا، يسعد صباحكم. يسعد صباحك، اهلا وسهلا فيكي. يعني بدايه مثل ما ذكرنا عم نحكي عن موضوع جدا مهم لكل حدا عم يتابعنا اليوم من الاهالي، هذا العنف يلي فينا نقول انه له اثار كثيره نفسية جسدية على الطفل، على شخصيته لما يكبر بالمستقبل. خلينا بداية قبل ما نفوت بهي التفاصيل نتعرف نحن والمشاهدين العنف ضد الأطفال من وجهة نظر الاختصاصيين التربويين. العنف هلق موضوعنا لليوم هو مشكلة، عامل مشكلة بين الآباء والأمهات، يعني دائما وضايع بين التعامل التربوي والتعامل اللا تربوي. دائما لما بحكي عقوبة فورا بيروح لبالنا هو العنف أو الضرب أو هي الأشياء. خلينا نتفق من البداية، من بداية الحلقة، أنه العقوبة هي ما لها علاقة نهائيا بأي أسلوب من أساليب الضرب أو العنف أو أي شيء، يعني التعنيف الجسدي أو التعنيف اللفظي أو التعنيف الرمزي مثل ما حكيتي حضرتك هي بالعيون. دائما نحن كثير من الأهل بيتباهوا أنه أنا ابني بيفهم علي من نظرة بدون ما أحكي بيفهم علي، ونسينا أو ممكن الأهل ما عندهم ثقافة كاملة بهذا الموضوع أنه هو نوع من أنواع التعنيف. أنه أنا طيب أوكي الطفل طلعت فيه بهي النظرة يلي كتير قاسية، هذا الشيء أثر على نفسيته بدون ما أحكي وبدون ما ألمه جسديا. فنحن كتير ضروري أنه دائما يكون في عنا معرفة بمراحل نمو الطفل وخصائص كل مرحلة لهدول الأطفال. يعني أنا لما بدي أجي عاقب الطفل أو خلينا نحكي ما بدي أقول عاقب، وجه، يعني دائما نختار مصطلحات سليمة لنفسية الأطفال لحتى تعود عليهم بالنفع. طيب هلق أنا كتار من الأهل عم يسمعوني أنه نحن الضرب ممنوع، طيب والصراخ ممنوع والنظرات القاسية ممنوعة، طب كيف بدي ربي ابني؟ وهذا الغلط يلي نحن دائما الأهل بيتوجهوا له، أنا إذا ما ضربت ما عملت كيف بدي يتربى ابني؟ لا، هي المفاهيم كلها خاطئة. خلينا نتفق على هذا الموضوع إنه الطفل مثل ما بدي أعطي مثال بسيط، مثل ما الكذب حرام، كذبة كبيرة صغيرة بيضة سودة، الكذب حرام والضرب هو ممنوع بضرب الأطفال، سواء أنه خصوصا منشوفها أنه الطفل هو ما بيعرف شو يعني ضرب. بيجي الطفل أول ما ببلش يمشي بده يكتشف فورا، الأم لما بيكون عم يتمسك مثلا بالكنبايات أو مسك شيء بده يأذي شيء فورا بتجي بتضربه على إيده، أي أنا ما وجعته بس هيك شوي. طيب هذا الطفل الصغير لما كبر على هذا الشيء، طيب كيف بده تتكون شخصيته؟ كيف هو بده يكمل بهي الحياة إذا هو من أول ما بلش يكتشف؟ طب ما أنا عم حضله من الفضول اللي عنده، حب الاستكشاف اللي عنده. طبعا عم نحكي عن هدول الأطفال الصغار، فما بالك الطفل إذا كبر كيف بده تكون ردود أفعاله؟ فهي الأشياء اللي نحن عم نتبعها كتير غلط مع أطفالنا. ضروري ننتقي كلماتنا، تصرفاتنا تكون هادية مع الولد، نبتعد عن العقاب، العقاب الغير صح غير تربوي. أوقات بيقولوا لك الأهل إنه أنا ما بدي
اعطيه وش او بدي من الاول علمه انه يهابني او ما تنكسر هي الرهبه، فما بدي اعطيه وش زياده او ما بدي اعوده على الدلال الزايد، فهون بصير رد فعل عكسي كمان، ما بيقدروا يوازنوا بين الدلال والتحذير او التربيه أكيد. الصارمه والقرارات الحازمه، يعني بصير في تعنيف للاطفال لنا نفسيا كمان وجسديا طبعا. ممكن يصير جسديا. طيب هذا الطفل ان كان صغير او ما يقارب رح يوصل على سن ال 18 أوكي. كيف ممكن انه تاثر هي ياثر هذا العنف النفسي والجسدي عليه؟ شو ممكن يصير هون؟ طيب نحن بدنا نحكي هلا كمان كتار بخبرونا انه انا كنت مثل ما ربيت ابني مثل ما ربوني اهلي انا بدي ربي ابني. انا طلعت دكتور مثلا، هي اللي بتقول انا طلعت معلمه وانا يعني طلعنا ناجحين بالحياه. طيب اللي بدي احكيه انا وكل حدا سامعني وتعرض لعنف هو وصغير، نحن عم نجمل الحقيقه، بمعنى انه انا صحيح طلعت ناجح بالمجال الاكاديمي لكن في شيء بنفسيتي غلط، يعني بنقاط معينه انا بكون ضعيف فيها. نحن منعيد ترميم انفسنا، ما في تجارب. منحاول طبعا تتجاوز طالما الإنسان عنده إرادة قوية لحتى يتجاوز هاي المراحل ويتعلم من هذا الشيء. يعني أنا أتعلم بإني أنا أعرف أتعامل مع أطفالي، ما عاملهم مثل ما أهلي عاملوني، حتى المواقف اللي عاقبوني عليها أنا أكون حذرة بهذا الموضوع. كتير حلو أتعامل مع طفلي يعني عنا بعلم السلوك في مربع بنسميه المربع الذهبي يلي بيعتمد على أول شيء القدوة، أنا أكون قدوة لابني، أتعامل معه بطريقة صحيحة، لأنه القدوة هي أهم شيء بتكوين شخصية الطفل. الحوار الدائم، الطفل قام بمشكلة كتير كبيرة وهو ما فيه حل أكيد ولا بأي شكل من أشكال العنف، ضروري حاور طفلي أعرف شو مشكلته أعرف حلها أنا وياه. ضروري يكون في عندي تعزيز، هذا التعزيز أنا بفضل أنه ما يكون التعزيز مادي، ما عود الطفل دائما على المادة، يكون التعزيز معنوي. الأطفال كل طفل بيسمع لليوم 10 كلمات مديح بيكون طفل أكثر هدوء من الأطفال اللي هن دائما أهليهم عم يلقوا اللوم عليهم، دائما عم بأنبوهم، دائما أنت فاشل، أنت مو شاطر، أنت، هي الكلمات عم تهدم شخصية الأطفال. وآخر شيء تكون العقوبة تربوية، بمعنى يعني لتكون تربوية صحيحة لازم تعتمد على شرطين أساسيين. أول شيء لما بدي عاقب الطفل ما بأذي لا نفسيا ولا جسديا، ما بهينه، ما بضربه، ما بوجه له كلمات تسأله. ثانيا انه تكون هي العقوبه تكون فاعله، بمعنى يكون في عنده قدره ذاتيه مثل ما حكينا يعيد يرمم نفسه. يعني انا اخطات تمام، بدل ما انا انبو على الشيء اللي هو الخطا اللي عمله وهو ما بيعرف ليش ارتكبه، انا بيجي بقول له انت اخطات. مثلا هو بده ياخذ اللعبه من اخته، بروح فورا بضربه، بعاقبه، بعمل له اي شيء. طب ما هو الولد ما عرف ليه هيك انضرب. انا بجي بعرفه انه نحن لما بنطلب شغله باخذ اذن من اختي، انا الشيء اللي عملته شيء سيء، انا وجعتها، المتها لاختي لما ضربتها، انت قعد فكر هل هذا السلوك صح او خطا. طيب شو الحل، شو لازم انا اعمل لحتى بالمره الجايه انا ما اعمل هذا السلوك الخطا وما اتعاقب بنفس الوقت. نحن هذا الموضوع كثير ضروري وكثير باكد عليه لنبني جيل صدقا واعي مثقف بعيدا عن العنف، برغم هي الاجواء اللي نحن فيها، على الرغم من الظروف القاسيه اللي عم نمر فيها، من مشاهد العنف يلي عم يتعرض لها اطفالنا، وكثار من الاطفال اللي هن بداخل هي المشاهد العنيفه عم يتعرضوا لصدمات نفسيه. فتفاديا لهي الأمور ما عليه، خلينا نكون واعيين، نفكر بحكمة بالتصرف مع أطفالنا ونكون لحتى نوصل لطفل سوي صحيا ونفسيا. ودائما بنقول أنه الأذى النفسي هو بيوازي الأذى الجسدي، اليوم مثله مثل الأذى الجسدي ممكن يأثر
أكثر. طيب حكينا عن العنف ضمن الأسرة ضمن الأخوة، خلينا نحكي عن العنف ضمن المدرسة. اليوم بتلاقي في عنف إن كان بين الأطفال بين بعضهم أو الطفل والأستاذ. قد إيه نسمع بالفترات الأخيرة إنه الطفل ممكن يزعج الأستاذ بأي موقف يصير في عنف، هذا الشيء اليوم قد إيه إحنا لازم ننتبه لأطفالنا ننتبه لهذا الموضوع؟ أنا بدي أوجه رسالة لكل الكوادر الموجودة بالمدارس بالقطر، أنه نحن دائماً بنتعامل مع الطالب على أنه نحن بمعركة وتحدي بيننا وبين الطالب. يعني بالنهاية يا أنا بدي أزعجه يا هو بده يزعجني، الموضوع أبداً الموضوع ما في حل التربوي يعني. الموضوع التربوي أبداً منه هيك. وصدقاً أكثر معاناة بيعاني الطالب، طبعاً أنا أكيد مو مع الطالب لأنه بالنهاية لازم الطالب يلتزم والأستاذ أو الأنسة لازم تتعامل بطريقة محببة لهذا الطالب. يعني نحن منشوف الطفل لما بينتهي من التاسع بيدخل لصف العاشر، هو نفسيته هو صح انتقل لمرحلة جديدة وصار شاب، بس انت عم تعرف هذا الطفل اللي بداخله شو عم قديه عم بتأثر فيه لما عم بتوجه له إهانات أو عم توجه له كلام سيء. هذا الموضوع بتمنى كل الكادر التدريسي ينتبه له، انه انا لما بتعامل مع طفل مع طالب بعمر وخصوصا هو سن مراهقة، هذا الموضوع لازم ما ننسى انه هو مفكر حاله صار كبير، دائما نختار الكلمات المحببة له كرمال يتخطى هاي المرحلة، لانه بالنهاية الطالب رح يمتنع عن الروح على المدرسة، وطالب ورا طالب فبنينا مجتمع فاشل بصير في نفور اكيد تماما. فهي الكلمه ممكن تحبب الطالب لدخول المدرسه، شويه هدوء نكون هيك نتعامل احسن مع الطلاب كرمال نجتاز هي المرحله بطريقه سليمه. طيب خلينا ننوه على نقطه كثير مهمه وكثير من الاطفال بيتعرضوا لها ان كان بالشارع ولا بالبيت ولا بالمدرسه، هي المقارنه. المقارنة بالبيت، مقارنة مع ابن خالتك، ابن عمتك، ابن عمك، بالمدرسة مقارنة مع رفيقك، ليش ما بتكون مثل رفيقك، مثل رفيقتك، مثل كذا، هذا ما بيعد نوع من أنواع العنف؟ هذا نوع من أنواع العنف اللي بيأثر نفسياً على الأطفال، كتير غلط. لما أنا بدي للأهل وللمعلمين ولأي مكان بيتواجد فيه الطفل، ممنوع تقارن الطفل بغيره. لازم نحن اللي لازم نعمله أنه أنا بقارن الطفل بنفسه قبل وبعد. ممنوع قل له شوف هذا الولد كيف، شوف علاماته، هذا جاب أكثر منك. نحن أكثر شيء بموضوع العلامات مثلا للطفل أو لما بيجي لعند أمه أنه جاب 17 من 20. تمام، طبعا هي لازم نكون نحن عن جد ثقافتنا كاملة بخصوص هذا الموضوع كرمال الولد. يعني بيجي أنا هل 17 من 20، بيجي بحاسبه على 3 علامات اللي هو اللي ضاعت منه، ما بحاسبه على ال 17 اللي انجز فيها. نحن اللي بنعمله انا كأم بعمله انه لازم هدول ال 17 اللي انجز فيهم كافئوا عليهم، وبيجي لل3 علامات برمم شو الاخطاء، بحل المشاكل اللي هو تعرض لها بخصوص هي ال3 علامات اللي هو مرق فيها. ما بقارنه فلان جاب 20 انت اللي ما جبت، ليه جبت ال 17 ومثلا بنت عمك جابت هيك. هذا الموضوع كثير غلط لانه ما رح تزيد من تفوقه المدرسي، بالعكس رح يتراجع بهذا الموضوع. صحيح. فالافضل ما نقارنه لا باخوه ولا باي حدا ثاني. اكثر شيء ممكن المعلمين يستخدموا هذا الاسلوب كنوع من انواع تحفيز الغيره، يفكروا انه اذا غار انه لازم يغار فهو ابدا عم بتصير عند الطفل رده فعل فظيعه. لا بيحب يتواجد بحصه هي انه اي معلم عم بيعمل هي المقارنات، ولا رح يتحسن اكاديميا، لا بالعكس رح يتراجع. فالافضل انه نحن تحفيز للكل ليصيروا افضل. ممكن نميز حدا مثلا بسلوكياته، بس بنفس الوقت منكمل، يعني بنعمل مثل دور معلي، مو بس انه هذا الشخص مثل ما كانوا قبل، انه هذا العريف يلا هذا الشاطر هو العريف. لا ليه، لحتى ما نحن نعمل مثلا دور لكل الاولاد، لحتى كل حدا، لانه كل ولد بيحب القياده. اكيد بالنهايه يعني اسلوب المقارنه جدا بشع، ما بيحفز ابدا الطلاب. اليوم لكل طفل عنده قدراته، عنده ميوله، عنده اهتماماته، فبالتالي اذا طفل نجح بشيء معين مو ضروري ينجح فيه الطفل الثاني. تمام. خلينا ننتقل لمحور ثاني. اليوم نحكي عن ثقافه الحوار بين الاطفال والاهالي. بتلاقي هي الثقافه معدومه اليوم عندنا، بتلاقي بعض الاهالي دائما مشغولين
الحياة طبعاً. مشغولين بالعمل خارج البيت، فأي ما ممكن بياخذوا وقت معين لحتى يقعدوا مع أطفالهم يسمعوا لهم يعرفوا مشاكلهم. خلينا نحكي اليوم قد ايه مهم نخصص هيك وقت مساحة لأطفالنا يوميا لحتى نعرف هنن شو عم بيعانوا، هل هنن عم ينضربوا عم يضربوا، قد ايه مهم؟ أكيد. أول شيء إنه انشغال الأهل هو مو مبرر أبدا لانشغالهم عن الطفل، لأنه دائما هو طفلنا هو الأساس بحياتنا كلها. هو لازم نكرس له وقتنا مثل ما بيحكوا لحتى نحن نقدر نتعرف عليه أكثر. يعني أنا الطفل إذا ما دائما الحوار يلي أنا عم بجريه مع الطفل بخليني أعرف شو في بداخله. أما الأمهات يلي دائما مثلا مشغولة ما عندها هذا الانسجام بينه وبين طفله، فهي رح تضيع والطفل رح يضيع. يعني ممكن كتير من الأولاد بتلجأ لغير الأمهات لحتى تحكي عن مشاكلها، ممكن تأخذ أجوبة أو خيارات خطأ يتجهها الطفل. لا، ما بوصل ابني لهي المرحلة، ضروري أنا اسأله دائما كيف انت كان نهارك. ما بركز كمان على الشيء السلبي اللي مر بيومه مثلا، انه مين ضربك. هذا السؤال دائما الامهات بتسأله لاطفالها، انه مين ضربك، مين اكل لك اكلاتك. لا، مو هيك الحوار. هذا صار بمنحة تانية، خطأ لازم تماماً. لازم تأخذ حقك وتضربه وتضربه. لا لا لا، غلط الأسلوب. هذا أسلوب غلط. الحوار مو هيك أبداً. الحوار هو نقاش بيني وبين طفلي عن الشيء اللي هو شو أحلى شيء بيومك كان. طبعاً. أنا عم ركز له على الشيء الإيجابي، ما عم بسأله إنه مين ضربك، مين زعجك، مين. لا لا، هو شوي شوي بيصير بيحكي. ضروري وكتير مهم أعطي ابني ولو ربع ساعة بنهار أو نص ساعة لحتى أعرف شو مشاكله، هو من شو عم بيعاني، من شو مزعوج. وأهم شيء نصيحة لكل الأهل، ما تنيموا أولادكم زعلانين أبداً أبداً. هي بحسها أنا النقطة الحاسمة، إنه الطفل قبل ما ينام لازم يكون مبسوط لحتى عن جد يكون عنده نوم هني، مثلا ما يشوف كوابيس، ما يرتعب حتى وهو نايم. هذا كثير مهم. بس الاطفال، نحن كمان لازم ننام زعلانين. طبعا اكيد عم تحكي عن نقطه كثير مهمه، انه لازم الطفل هو يجي يحكي لاهله شو صاير معه. هون لازم الاهل مو بس يعطوه وقت، يمكن بحس انه لازم يعطوه الامان طبعاً. والحريه انه طبعاً. احكي اللي بدك اياه حتى لو انت على غلط، نحن معك. المهم انه كثير ضروري احكي، اعطينه الامان. طيب نحن لحتى نتدارك هاي الأمور كلها يعطوا وما يتعرضوا أطفالنا للعنف نهائيا، ممكن في يكون موجود طرق وقاية طبعاً. أو حماية تحمي الطفل نفسيا وحتى جسديا. يمكن إذا بسجل تمارين رياضية أو شيء، طرق حماية لحتى نتدارك هذا الموضوع قبل ما يصير وتتأزم بالمقابل نفسية الطفل. طبعا هلق نحن في عنا طرق بديلة خلينا لتوجيه الطفل، ما بدي يقول لعقوبة الطفل. كرسي بنسميه كرسي التفكير. كمان بدنا نروح بعيدا عن كرسي العقوبة، لأنه هاي كلمة عقوبة فورا أنت بتفكري ضرب. فمنروح لكرسي التفكير، أنه هو الطفل من عمر سنتين لعمر 8 سنوات هذا الكرسي. وأنا يعني بفضل أنه دقيقتين على كرسي التفكير، قادر أنه الطفل عن جد يستعيد. يعني كتير هلق بيقولوا لك أنه ما بيستفيد. لا، مع الاستمرارية والحزم بهذا الموقف الطفل صدقا بيصير حتى هو لحاله. هلق عمر الطفل اللي عمره 2 سنين بيصير بيضحك، بياخدها بمزح، بيركض لعند الأم. اللي لازم تعمله انه تحمل الطفل، تعمل آلة ولا تحكي معه ولا شيء، بتروح لعنده وبترجع بترجعه، ممكن تصير 2 و3 و4. طيب بعمر 9 لل13 هون الطفل صار واعي، بستخدم اسلوب الحرمان عند الطفل، لكن الحرمان الجزئي. يعني كمان ما بعامله على انه هو ضدي ابدا. فالشيء اللي لازم اعمله انه انا بحرمه، انه انا كل نهار جمعه مثلا بنطلع مشوار، فهو كان يختار معنا المكان اللي نحن لازم نروحه، لكن هالمره عقوبه لإله ما لازم ابدا خليه هو يختار المكان. وبأكبر من 13 وأكبر بصير في عندي بحرم الطفل. بنشوف هدول الشباب المراهقين ميولهم للبلاي ستيشن، للألعاب، هي القصص. فأنا بصير بدل ما يلعب ساعة بيلعب نص ساعة،
ما عليه، بحاول قدر الامكان كون حازمه بتصرفاتي معه مشان ما اتجه للعنف ابدا. بالختام وسريعا، يعني في نوع من انواع العنف ما ذكرنا، العنف اللفظي او اذا فينا نقول التنمر اللي هو جزء من هذا العنف، يلي بيكون من قبل ممكن الاهالي او من الاشخاص الغرباء او الاشخاص المحيطين فينا او ممكن من الاصدقاء بالمدرسه. كيف ممكن اليوم نتفادى هذا التنمر كرمال ما ياثر على شخصيه الطفل؟ طبعا هذا الموضوع كثير بياثر على النفسيه، وخصوصا اذا اجى من قريب ومن اصدقاء من الاصدقاء بالمدرسه، فهذا الموضوع عم بيأثر عليه بشكل كتير سيء. نعمل دائما نبلش من البيت، لأنه أي مشكلة بيواجهها الطفل بيكون أساسا من المنزل. يعني لما عم يسمع أهله عم يتعاملوا معه بطريقة سيئة، فهو رح يتعامل مع أصدقائه بالمدرسة أو أقربائه بهذا الأسلوب. ما علينا نستخدم أسلوب راقي بالتعامل معه كرمال نحصل على شخصية سوية بالمجتمع. أكيد بالنهاية بدنا نتشكرك أستاذة نغمة الطربية على كل النصائح يلي قدمتيها، إن شاء الله هيك يكونوا الأهالي والمعلمين وكل العالم استفادت من هاي النصائح. شكرا لك. إن شاء الله. أكيد بالختام بدنا نشكرك كثير أستاذة نغم، شكرا على كل المعلومات المهمة يلي قدمتيها، ودائما أطفالنا هنون مسؤوليتنا، لازم كثير نهتم ونرعى فيهم. شكرا لك. أهلا وسهلا.